هاي، إذا أنت خلصت ثانوية عامة أو توجيهي وهسا داخل على مرحلة الجامعة فهذا الفيديو إلك. أنا متأكد إنك حاليا قاعد بتخش في الحيط. أنا عارف، ويعني بلس إذا أنت أصغر بالعمر لسه فبرضو أحضر هالفيديو لأنه كثير حيفيدك في المستقبل. إذا أنت كبير زيادة وخلصت هالمرحلة برضو أحضر هالفيديو لأنه ممكن تأخذ منه كم من نصيحة تعطيها لحدا قريبك، حدا أخوك الصغير، وبرضو تفيده. ومش غلط تفرجي هذا الفيديو. ليش أنا عم بصور هذا الفيديو أصلاً؟ أول شيء أنا اسمي أحمد أبو الرب، أنا يوتيوبر. بالعادة نظرة الناس لليوتيوبرز إنهم هذول الفئة من الناس اللي أكاديمياً فاشلين، لأنه اليوتيوب من الوظائف القليلة في العالم اللي ما بحتاج أصلاً أي نوع من دراسة أو ليفل تعليم معين عشان توصله. فبالتالي ليفل التعليم تبع هذول اليوتيوبرز مشكوك فيه، ما بتعرف شو دارسين أو شو عاملين، وغالباً كثير منهم أصلاً جد فاشلين أكاديمياً، يعني كانوا في المدرسة والجامعة فاشلين، وغالباً كانوا ناس اجتماعيين أكثر. بتخيل صح؟ حاب أحكي لك إنه أنا مش هيك. أنا بالعكس، أنا كنت متفوق جداً أكاديمياً بطريقة مش مفهومة. في المدرسة تخرجت بواحد من أعلى العلامات في تاريخ مدرستي، وكنت بدرس آي جي. اللي بعرف الآي جي بعرف شو الآي جي، إشي صعب. ولما رحت على الجامعة برضو درست هندسة وتخرجت بمعدل عالي، فأنا أكاديميا ممتاز الحمد لله. وبرضو لما كنت بدي أختار تخصص الجامعة تبعي أكلت هوا كثير 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 يا جماعة، دمرت حياتي، اكتئبت، ما كنت عارف شو بدي أعمل، ما مش عارف، فيش ولا تخصص في تخصصات الجامعة حاس حالي بحبه، وكثير موضوع متعب لي، وأبوي كان كثير يحاول يساعدني الله يعطيه العافية. دخلت تخصص ما بحبه وضليت أول سنة، تاني سنة، تالت سنة جامعة أنا بفكر أحول، وحياتي كانت عذاب. فعشان هيك بعمل هذا الفيديو، لأنه بعد ما كبرت بالعمر تعلمت بعض الشغلات اللي كان ممكن كثير تفيدني في هذيك المرحلة، وكان ممكن كثير تساعدني، وهي النصائح الذهبية بدي أحكيها لكم في هذا الفيديو. هدف الفيديو فقط الفائدة يا جماعة، والله لو أجيب مشاهدة واحدة وهذا الشخص استفاد فأنا حققت هدفي من هذا الفيديو. طيب، في هذا الفيديو حاطيكم 7 نصائح أو 7 نقاط، وكل واحدة حشرحهم، هذول يعني مفروض أي شيء يساعدوكم في موضوع اختيار التخصص ما قبل الجامعة. يلا ابدأ. أول شيء قبل كل شيء، لا تسمع كثير للناس اللي حواليك واسمع أكثر لنفسك. بتذكر هذيك الفترة من حياتي كان كل حدا في حياتي كبير وأكبر مني كان ينصحني، كان يحكي لي اعمل هيك، لا تعمل هيك، اعمل هيك، لا تعمل هيك، ادرس هيك، لا تدرس هيك، ادرس هيك، اسوي هيك. كثير. ليش؟ لأنه أنت صغير، ففعليا أي حدا في الحياة عنده خبرة أكثر منك وبصير ينصحوك. الإشي اللي حاب أحكي لكم إياه وهذا استوعب بعدين في الحياة، إنه مش كل حدا أكبر منك معناته هو شخص ناجح، مش أي حدا أكبر منك معناته هو شخص مبسوط بحياته. أحصر لمين تسمع. هذا الموضوع بيشمل كل شخص. عادي جدا مثلا يجيك صاحب أبوك يقول لك اسمع بنصحك تدرس IT لأنه IT كثير بيطلع فلوس، وأنا شفت صاحبي مثلا درس IT وما شاء الله صار وضعه تمام. ممكن جدا عادي انه صاحبه لهذا الشخص مر بحالة استثنائية خلته ينجح، وهذا التخصص مش لهي درجة كويس، وممكن برضو يكون التخصص كويس. بدك انت تحسبها صح، بدك تسمع بطريقة صحيحة، مش اي معلومة توصلك تاخدها زي ما هي. بدك تحلل الامور، تحلل الشخص اللي بيحكي لك نصيحة ونوع الاكسبيرينس ونوع التجربة اللي هو مر فيها. يعني في ناس اصلا ما درسوا جامعة ونجحوا بالحياة، وفي ناس درسوا دكتوراه وما نجحوا بالحياة. يعني عادي، الحياة ممكن تاخدك في اي طريق. اعرف من وين تأخذ نصيحة واسمع لحالك، لأنه أنت أكتر حدا عارف بنفسك ورغباتك وأهدافك بالحياة. مرات لما الواحد يكون صغير ما بأخذ اعتبار لرأيه، ما بعرف ليش، ممكن لأنه المجتمع بقلل منك كثير، بس أنت صاحب أقوى رأي هون في هذا الموضوع. يعني رأيك أهم من رأي كل حدا أنت سمعته. إذا كلهم بيحكوا لك لا تدرس طب وأنت جوا راسك أنت حاب الطب، فأنت لك الحق تدرس طب. فاهمين علي؟ لا تسمع كثير للضج اللي حواليك، اسمع بس بطريقة صحيحة، اعرف لمين تسمع وشو الشخص مر في تجارب، وخد النصيحة اللي شايفها صح من الشخص الصح، مش لأنه الشخص أكبر منك معناته 100% كلامه صح. تمام؟ أوكي، نصيحة رقم 2، هاي النصيحة أبوي أعطاني إياها صراحة وقتها، وكثير نصيحة كويسة. لا تختار التخصص حسب دراسته وصعوبة دراسته أو حبك لدراسته، اختار التخصص حسب الشغل، لأنه أنت كشخص رح تدرس 4-5 سنين بعدين رح تشتغل 20 سنة. فمنطقيا الدراسة هي فترة قليلة بالنسبة للشغل، فأنت اختار حسب الشغل. مثلا تخصص معين، تنسيق الزهور، أنت يا أخي
تعرف انه دراسته سهلة، بس مثلا الشغل انت ما حتحبه، يعني انت عارف الشغل ما حتحبه، فكر بموضوع الشغل اكثر من الدراسة. الدراسة هي فترة قليلة من حياتك مش حتأثر عليك قد موضوع الشغل. الشغل هي فترة طويلة من حياتك وراح تعتمد عليها كتير. حتى لو تخصص شفته دراسته صعبة، لكن نهايته مثمرة، شغله مثمر وشغله فيه تطور. اختار الموضوع حسب الشغل، ما تختار حسب الدراسة، كثير مهم. نصيحة رقم 3، وهاي تعلمتها بعدين، ويا جماعة زي كده لك تفتح لك عينيك هاي النصيحة لأنه بتعطيك الفلتر الصح كيف تختار التخصص الصح. اختار أقل وظيفة ممكن تكرهها، مش أكثر وظيفة ممكن تحبها. أوف، بعرف الموضوع غريب أو هي فعليا نظرة سلبية للحياة، لكن الحياة مش وردية، الحياة صعبة. الفكرة أنه تختار أكثر وظيفة ممكن تحب أو تتحمل عيوبها، مش أكثر وظيفة حتحب إيجابياتها. الإيجابيات كلها حلوة، إذا أنت بتفكر بس بالإيجابيات فكل الوظائف بالنسبة لك جميلة. يعني مثلا بتفكر بالطيار، أوف والله ممكن أسافر كتير، فمعناته الطيار وظيفة حلوة. الدكتور ممكن أنا أنقذ حياة الناس، فهي وظيفة حلوة. بس تطلع الوظيفتين من تحت من عيوبهم، فالطيار ممكن يضطر يطلع في نص الليل، ممكن ما ينام الليالي، وحياته فيش فيها استقرار وما بدري يبني عيلة بسهولة. هل أنت مستعد تتحمل هاي الشغلات؟ الطبيب أوكي ممكن ينقذ حياة الناس، بس في مسؤولية كبيرة إنه ممكن يغلط في العملية أو الإشي هاد ويأخذ أضرار، أو ممكن مثلا يتعرض للدم ومشاهد صعبة ويضطر يحكي لعائلة مثلا إنه فلان مريض أو فلان خسر حياته أو أخبار سيئة. هل أنت مستعد لهاي العيوب؟ لما تطلع كل وظيفة من عيوبها بتشوف الوظيفة على حقيقتها وبتكون تعطي لحالك نظرة واقعية. اليوتيوبر، وهو أنا بالنسبة لي بعتبره وظيفة زي أي وظيفة، واليوتيوبر لو تشتغل عليه 5 سنين بتصير يوتيوبر، بتصير يوتيوبر ناجح عادي بس هل أنت مستعد تأخذ عيوب اليوتيوبر اللي هي ممكن مثلا مسؤولية كبيرة اتجاه الناس قدام رب العالمين، راتبك عشوائي، ممكن يوم يجيك كثير ممكن يوم ما يجيك، الخصوصية بتقل بنسبة كبيرة. بدك تفكر بعيوب كل وظيفة وتختار وظيفة حسب العيوب اللي أنت ممكن تتحملها كإنسان. نصيحة رقم 4، اعلم يا عزيزي إنه الإنسان كثير التغير، متقلب. انت عمرك 18 سنة، من هون ليكون عمرك 25 انت بتكون تحولت بجوز 10 مرات، من انسان لانسان 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 لانسان، ما فجأة بتلاقي حال الموضوع كثير غريب. انا برجع لصوري بفترات معينة بلاقي حالي انسان ثاني، انسان ثالث، انسان رابع، انسان خامس. شخصيتك كثير تتغير، فلا تحط كثير عبء في خياراتك على شخصيتك لانه انت نفسك حتتغير. على سبيل المثال، انت يا سيد عزيز عمرك 18 سنة هسه، حاس حالك بتحب الفنون، بتحب الفن، عادي جدا بعد سنتين تلاقي حالك تكره الفن، جدا عادي. حط بالاعتبار انه انت شخصيتك قابلة للتغير بشكل كبير، جدا عادي ممكن تختار تخصص تضطر تغيره. حط بالاعتبار هاي الشغلات، يعني يكون عارف انه ممكن تصير. انا اللي صار معي يا جماعة انه جبت معدل كثير عالي في المدرسة زي ما قلت لكم، فلما رحت على الجامعة اخترت اكثر تخصص يتطلب علامة عالية لانه عندي علامة عالية، فاخترت هندسة مدنية. وقتها كانت توب هندسة مدنية اعلى شيء. بصراحة ما كنت كثير مقتنع، بس قلت يلا بيجوز مع الوقت لحالي اشوف لي شغلة. ادرس ادرس يا كبير، ادرس ادرس. على سنة تانية جامعة كنت مفكر احول تخصص لاخراج، من هندسة مدنية لاخراج، تخيلوا. وكان فيها تحويل جامعة مع تحويل جامعة، ما بعرف ليش ما حولت. ولفت الدنيا، لفت لفت لفت، خلصت هندسة وطلعت. اكتشفت يا جماعة انه انا كإنسان ما في ولا تخصص كان انا كنت حابه في تخصصات الجامعة، ولا تخصص من اول الجامعة لاخرها فيش ولا تخصص عاجبني. وسبحان الله كان مقدر لي اني اطلع يوتيوبر. النصيحة رقم 5، موضوع الوظائف مش زي ما بتتخيل. كنت افكر زمان انه انت بتدرس هندسة بمعدل معين فانت خلاص انه انت ضمنت نفسك في وظائف معينة وإشي زي هيك، او في ناس معينة بيدوروا عليك. الموضوع مش هيك ابدا، وما رح تفهمه صح الا ما تجربه. بس انا حاب احكي لكم كيف العالم بيشتغل، وانا نظرتي مختلفة لسبب، لانه انا بحياتي ما توظفت لكن انا وظفت ناس، فعم بعطيكم نصائح ذهبية من الموظف نفسه. يلا عيش. طيب، عملية التوظيف، في وظائف معينة بيهتموا بالمعدل. على سبيل المثال لاحظت انه في وظائف الهندسة الديزاينر اللي هو الحدا اللي بيصمم تصميمات الهندسية واللي بكتب الارقام والمعادلات، هذا الشخص مهم جدا يكون علامته عالية في الجامعة عشان يتوظف. ليش؟ لانه العلامة بتبين بالضبط مهاراته في هاي الاشي. في بعض الوظائف اللي بيهتموا بالمعدل لانه المعدل ودراستك في الجامعة كثير تؤثر على ادائك في الوظيفة هاي. اغلب الوظائف ما بيهتموا كثير في المعدل، لكن المهم جدا 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 في هاي الوظائف هو أدائك في الانترفيو، في المقابلة اللي بيعملوها معك. وفي المقابلة هاي بيحددوا كثير شغلات، مثلا شخصيتك، سرعة تعلمك، وهذا إشي كثير مهم.
هل انت كوتشبل ولا مو كوتشبل. في ناس طبيعتهم ما بيحبوا انهم يتم تدريبهم وما بتعلموا بسرعه وما بيعطوا مجال. في ناس تحكي له المعلومه مره واحده على طول بتعلمها. هل انت اجتماعي ولا انطوائي؟ هل انت بتحب تشتغل فريق ولا ما بتحب تشتغل فريق؟ كثير في اشياء بتطلعوا عليها في المقابلات. واكثر اشي لاحظته من الناس اللي بيوظفوا بين حتى اصحابي اصحاب الشركات وانا نفسي، في كلمه معينه هي كلمه المفتاحيه لاي حدا بده يتوظف، اللي هي الاتيتود. الاتيتود يا الله شو بسمع الكلمة. انت ان شاء الله دارس 70 تخصص، دكتوراه وابصر شو كل اشي، واينشتاين ونابغة وعندك براءة اختراع. اذا انت الاتيتود تبعك زبالة ما حد بده يشتغل معك، واذا الاتيتود تبعك كويس وحتى لو عندك اقل شهادات احتمالك تتوظف اعلى. احمد شو هو الاتيتود؟ الاتيتود هو ميكس بين شخصيتك، نفسيتك في العمل، الطموح اللي عندك، قديش انت بتبث طاقة ايجابية في المكان انت فيه. بالمقابل اذا انت الاتيتود تبعك سيء فانت بتكون عبارة عن كتلة من السلبية، وهيك واحد بيشوفك بالشغل بيكره الحياة، مش طايق حالك، دايما زعلان، دايما نكد، ملكاش نفس تشتغل. هذا الاشي كثير مهم. الشركات اللي فيها اتيتود بالعادة كويس تنجح اكثر من الشركات اللي فيها نوع من الطاقة السلبية. طبعا اهم اشي جنب الاتيتود الخبرة في العمل بحثا. انا مثلا ما ادور احد يمنتج لي فيديوهات ما بطلع على شهادته اصلا، بطلع اكثر على خبرته في المونتاج. والاشي لازم تعرفه انه الاشياء اللي درستها بالجامعة مش نفسها غالبا بتستخدمها بالشغل. فلما تشتغل وظيفة حتتعلم اشياء جديدة بس للوظيفة هاي، بعد كم من سنة في الشغل ببطلوا اصلا يسألوا انت شو دارس، بصفي انت شو خبرتك. فاصلا المضحك هون انه مع الوقت بتصير الشهادة اللي انت تعبت عليها 5 سنين ما حد يسألك عنها اصلا. بس هي كانت الأساس أنك تشتغل أول وظيفة لك اللي هي بنت خبرتك، ففعلي هي مهمة. أوكي؟ وبسبب اللي حكيت لكم إياه بتشوف شغلات غريبة في عالم الوظائف وعالم الشغل. بتشوف واحد مهندس عم بيشتغل مدير مبيعات عادي جدا. كيف ليش؟ ما بتعرف، تلاقي الزلمة جدا اجتماعي وشاطر مع الناس وبيعرف بالمبيعات ودخل في هالوظيفة تطور فيها صار مدير مبيعات وهو مهندس عادي. أنا عندي شاب مدير المحتوى في قنواتي، شاب دارس هندسة معمارية ولا له دخل، بس الزلمة خلاص مخه هيك مع مخي بام مشيت الأمور. وأنا هيني مهندس مدني قاعد على يوتيوب، مدير أعمالي مهندس كهرباء وهو مدير أعمالي. الدراسة هي إشي فقط بعطيك أول دفعة في عالم الشغل والوظائف، بعدين أنت بصير عندك خبرة في أي خبرة أنت بتختارها. أهم إشي النفسية الحلوة وحب العمل. ولازم تعرفوا أنه مع اني انا دارس هندسة وبشتغل يوتيوب، الهندسة كثير فادتني اوصل لهون. ما بعرف لو اني دارس تخصص تاني هل حكون انا في اليوتيوب، ما بعرف. فاهمين؟ هذا الطريق اللي الله كتب لي اياه اللي وصلني لهون. ما بعرف لو اني دارس تخصص تاني شو حكون. وهون جايكم نصيحة رقم 6 اللي حتفهمكم هاي المعلومة. الجامعة اكثر كتجربة وبناء شخصية اكثر ما هي علم حقيقي. لا كثير ناس، لاغلب الناس، بس بعض الناس هو فعليا علم حقيقي لانه في تخصصات معينه ووظائف معينه بتتطلب هذا العلم. لكن لاغلب الناس 90% 90% من الناس الجامعه هي تجربه وبناء شخصيه وزي بدايتك في الحياه المهنيه. الجامعه اليوم يا جماعه كثير مهمه، يعني بدون الجامعه الحياه حتتدمر، مش بسبب العلم، بسبب الاشياء اللي تدرهم عنها. انا شخصيتي قبل الجامعه كانت كثير ضعيفه، كنت كثير انطوائي، كنت ما بحكي، كنت دائما بقعد ورا في الصف، مش اجتماعي ابدا. في الجامعه وخصوصا لاني كنت بعيد عن اهلي بنيت شخصيتي، صرت اجتماعي اكثر، بنيت لحالي علاقات. الهندسه ساعدتني اكون لحالي مخ المفكر او مخ التحليل. هاي الشغلات كلها بعضها مع الوقت ساعدتني اوصل لوظيفه اليوتيوبر واكون يوتيوبر. اهم شيء وبعتبرها انا القاعده رقم 1 في الحياه، الشخص اللي بنجح هو الشخص اللي بتعب. اذا انت شخص ناوي تتعب ان شاء الله كنت في أي وظيفة، كنت خباز رح تنجح في الحياة. إذا أنت شخص ماخذ الحياة بكسل وبدك تشتغل بس ساعتين في اليوم وتقعد أو تتك، فأنت إن شاء الله كنت في جامعة هارفارد تدرس أفضل تخصص فما رح تنجح بالحياة. لازم إنك تتعب وتشتغل في الحياة هاي وتأخذ بالأسباب عشان الله يوفقك. الجامعة فترة حلوة بالحياة، استمتع فيها، اشتغل فيها صح، اختلط بالناس، خوض تجارب جديدة، وحسب انت اهدافك بالحياة قديش تدرس وقديش تجيب معدل. انا بالنسبة لي درست انه جبت معدل اعلى من المتوسط، لكن كان ممكن اجيب اعلى، بس انا فضلت انه اخذ تجارب واختلط بالناس وابني حالي اجتماعيا. بالعادة لاغلب الناس النجاح الاجتماعي بنجحك بالحياة اكثر من النجاح الاكاديمي.
أغلب الناس اللي كثير ناجحين هم ناس قدروا يجمعوا الناس الصح حواليهم، مش ناس علماء أو كثير شاطرين في إشي معين بروغرامينج أو كإشي أكاديمي. إنك تكون خرافي مع الناس هو السر للنجاح. طبعا انت لسه صغير بتحضر الفيديو، لساتك في المدرسه، فحاب احكي لك شد حيلك في المدرسه تجيب معدل عالي عشان تفتح لحالك اكبر عدد من الخيارات في الجامعه انك تختار تخصصات. وكمان بالنسبه لي ليه جبت علامه عاليه في المدرسه؟ عشان صراحه اوفر على ابوي تكاليف الدراسه، لانه لما جبت علامه عاليه طلع لي اني ادخل تنافس في الجامعه الاردنيه. تنافس عندنا سعره 10% من سعر الجامعه المعتاد، فانا كلفت ابوي اقل بسبب اني درست اكثر في المدرسه. وبالنسبه لي هذا إشي صراحه كنت حاب اعمله عشان بدي اخفف الضغط على ابوي. واخر نصيحه، نصيحه رقم 7، حتستغرب منها كثير، وانا حاطه اخر إشي مش اول إشي، مع هي لازم تكون اول إشي، بس حاطه اخر إشي عشان تتذكروها. توكل على الله بس. فكر بهالحياة، كل إشي ممكن تعمله، كل إشي ممكن تعمله، كل الناس ممكن ينصحوك وكل إشي، لكن على الفاضي إذا رب العالمين ما وفقك. يا ابن آدم، لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا عزيزي، لو كل الأمة نصحتك وكل الناس حكولك، كل 8 مليار إنسان في كوكب الأرض كلهم قرروا يفيدوك، زائد كل الجن، وبتعرفوا الجن قوة الخارقة تبعت الجن، كل الجن قرروا يفيدوك، ما رح يفيدوك لو رب العالمين ما راد يفيدك. توكل على الله يا عزيزي، لا تتوكل على الناس. الحياة هاي مليئة بالأشياء الغامضة والأشياء الصعبة والأشياء المش مفهومة، لدرجة أنه أنت بتكون غبي إذا ما بتتوكل على الله، لأنه الله ممكن يعطيك كل إشي ويأخذ منك كل إشي. هاي المعلومة ضروري تعرفها، لأنه لما تعرفها إذا بصير معك إشي أنت مش حابه هتعرف أنه ممكن الله كاتب لك هذا الإشي، ممكن يكون خير لإلك. إذا صار إشي أنت حابه فبتشكر رب العالمين اللي أعطاك عشان يعطيك أكثر. ونصيحة مهمة كثير إنك تستخير يا جماعة، الاستخارة هي سلاح فتاك والله. أنا كنت أستخير في كل مرحلة في حياتي. الاستخارة كثير كثير بتساعد وكثير مهمة. اقرأوا عن الاستخارة وشوفوا قديش فوائدها وقديش هي بتساعد. سهل كثير، هي عبارة عن ركعتين وفي دعاء، فباخدش إشي، يعني باخد حرفيا دقيقتين من وقتك، كثير هتساعدك. فاستخير يا عزيزي. وحتى لو أنت مثلا، يعني مرات الواحد بيشوف حاله بعيد عن ربنا أو مثلا ما بيصلي أو يعني زي هيك شغلات، فبيقرر أنه يبعد كليا، لكن رب العالمين يا جماعة غفور رحيم. وإذا أنت أفطر مش يعني تارك للصلاة هاي الفترة أو ما بتصلي هاي الفترة أو أنت مقصر في الدين يعني بشكل عام، ما تمنع حالك من الاستخارة، برضو استخير، وأنه رب العالمين بيحب لما عبده يرجع له. هذا يعني دائما تاخذها قاعدة، ودائما استخير شو ما بدك تختار بالحياة استخير. يعني كل إشي كبير بحياتي استخرت قبله، منها الزواج اللي تزوجته استخرت قبل ما أتزوج. وبس يعني زي ما قلت لكم، الفيديو هذا بصراحة ما عندي أي أهداف إنه غير إن أفيدكم في مرحلة أنا نفسي تغلبت فيها. فبس بتمنى يكون جد فيتكم، وبس أشوفكم، باي.